في سانت أوغستان. كنا معنا متطلبات شوية.
السنتو لهنا. بسم الله. السلام عليكم. أنا سنتو بستان. قديس كنيسة القديس أوغستان. عنابة منها تقصيرها مسك دخلها ولا لا تقدر تصور ولا لا او قالي تقدر تصورها صورها من الداخل بونجور لا تقتل الا بونا هذه هي اللابونة سانتو غيستان بالداخل ها هو لافي تاعو ولد أوغستان بيت في تغاست سنة 354 وتوفي بهيبون خلق في سوق هراس توفي بهيبون سنة 430 ميلادي ويعود من ألمع وجوه العصر القديم المتأخر وهو ينحدر من وسط متواضع كان ابنا لأحد ملاك الأراضي ومستشار بلدي وامرأة تقية اسمها مونيكا اهتدى أغسطين واعتنق الدين المسيحي سنة 386 تحت تأثير أمبروسيوس وذلك بعد أن احتك بالأوساط الفلسفية والأفلاطونية وبعد أن كان طالبا حرا عند المانونيين مدة 10 سنوات التحق بالوظيفة الكهنوتية سنة 391 ثم أصبح أسقفا بين سنتي 395 و396 طيلت مسيرته المهنية تابع أغسطين دون توقف نشاطا دينيا سياسيا وأدبيا تخللته أصوات كثيرة
قادته إلى مناطق عديدة من أوروبا وإفريقيا الشمالية. تأثيره على الفكر الديني والفلسفي في العالم الغربي كان كبيرا. صورة رئيسية بولتري يفترض أن يكون لأوغستان على لوحة الجدارية للأطران نهاية القرن السادس. Ni Atagast, Atagast, moi j'ai Atagast, c'est Gohalas, je pense. En 354, il est mort à Hippon. En 430, Augustin est une figure centrale de l'Antiquité tardive, période clé de l'Empire romain où le christianisme connaît un fort développement. Et blablabla. C'est bon. On a plus d'ailleurs. Jésus console les filles d'Israël. Adi, il connaît celle de la maison. Adi, مش كاين اختارت منظمة الأمم المتحدة أن تكون سنة 2001 سنة الحوار بين الحضارات بإتقاء مختلف الثقافات الإنسانية إنشاء الاحترام المتبادل الذي يقوم به على أساس قيم تشترك فيها كل عائلة إنسانية من خلال إفريقيته وعالميته. يشكل أوغستان نموذجا ومعلما لهذا الحوار المسالم على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. لم تتوقف الجهود من أجل نقل وطبع وترجمة أعمال أوغستين، ويبقى القرن العشرين هو القرن الذي عرف استرجاع لهذه الأعمال وإعادة اكتشافها. فأتريت قائمة أعمال أوغستين المحفوظة بفضل الاطلاع على الرسائل والخطب التي كانت مجهولة أو ضاعت. إن إعادة الاعتبار والحفاظ على التراث الأثري الجزائري سيسمح للجمهور الواسع بمعرفة والتعرف أحسن على موطن أوغستين. تصور يا الهلا مش كاين الداخل، مش كاين الفوق، نطلع الفوق مش كاين، دخل عيش الفوق ها، شوف هنا، هذه نطلع الفوق، انت راجل، هبط راسك، مش البيت ولا هنا، قالوا هبط راسك مش لا. دخلنا لداخل طلعنا شوفوا هذه الكنيسية من الداخل. Allez, au revoir. On passe par là-bas pour voir. Par là-bas ? C'est tout là, le port, tu vois. On peut remonter ? Bah, on peut pas ? C'est pour monter. On peut ? Non, parce que là-bas, c'est. Normalement, ici, on a fait même des exceptions. Ah d'accord. Parce que là-bas c'est le balcon. On peut pas monter. On peut monter mais c'est juste avec la juste filmer. Si tu es très curieux, il faut monter. Si tu veux faire un peu de sport. Ouais. Merci. C'est la première fois peut-être. Ouais.
أنا أول مرة راح أطلع هادية. شوف أشياء. طلع طلع يا صحيبي. أبط راسك مش الفيتو يا جدك. أبط راسك. قال له الفيتو. أنا عجبته. أنا طلعنا الفوق خلاص. هاي لطي راسة. على هنا شوف على النافة صح؟ أو ستاد اللي هي تزناف شوف لافي من هنا ملح. هاي على النافة كاملة تشوفها من هنا سيدي سالما هيك جوانو فيل جوانو البار راقار بلاس دارم سيدي إبراهيم لا سيتي جبنت لي هود لا لي روز لا كولون منا المحافظ انا سريدي الفوق طلعنا يا جبتها هادي كل عنابة من سيدي سالم من البوني لورا هادي طاحون كوكي هنا بو حمرة هاي بو حمرة وراها البوني وين الباطيمات اللي فوق هذي هبط راسك يا جدك قالوا هبط راسك مش شرفيته ولا هنا هيا ميرسي فخير ها هيا اون غادي سوند ماتنا اتان يفوت دابور ان زوت سوند يسوند وي وي داكور شو اتي مونت هيا لا لا هاي انا هي زلفي راجعه لا معليش معليش خذي راحتك يا اختي قد خبلا شوف البني تاعها لهنا يا جل الاحمر هذا ما زلت الحجر على يا لك طلعت طلعت ولا هبطت ما زلت اصحابي هاي الحاجه يا اختي اكتيفي اكتيفي انا نبقاو لهنا تبقاو ولا تبعوا بابا ما زلت وراك اختك ما زال اخويا وراك ما زال اصحابي واحد دبيله واحد ما طالع ظهر طلعوا كل عندكم طيحوا عندكم عنبة كاملة تشوفوها منها أم ساعة شعلوا النار هيك أخذوا حرقوها شفت هاك شوف مش نشعلوا النار الفوق هابي يحرقوها تزير كاملة ها يا سيبو ثم طلعنا إلى فخسك لافان لهنا وني جسكو جسكو بوا سي فخسك لا بخمير فوا أصحيبي هبط راسك يا جدك هبط شكل هباطية هذا جي بونس واحد ما طلعها هذه الطلعة هذه كاين يسكنوا في عندك ويمكن جاهم يجاو لهنا عادي لازم كيما يقولوا سير تهبط لتحت سا ديبا واش كاين نهبط انا هبطوا منا سير بون بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله هبط راسك يا شدك هبط تطلع تقيس تقيس خرجنا سيبو انا خرجنا يا بابا تشاو بابا رمسي انا هبطو تهبط منها وش كاين
هذا الواحد ستاتي تاعه هذا. اسمع ورواء انا في سنتر هنا انا كنا فوق ها تحت ليروين هناك تحت ليروين روما تحت خلاص عنبة أقلية طليان منا سردينيا 200 كيلو سردينيا سي بون هذه هي عنبة هيبون لابونا هاي سي بون السلام عليكم.